اهلا بيكم في المنيا. احنا النهارده هنقدم لكم سادس حلقه في برنامجنا عن اهداف الالفيه للتنميه في مصر، وهنركز في محافظتنا على الهدف الثالث من اهداف الالفيه وهو تمكين المراه. العنف ضد المراه ممكن ياخد اشكال كتير، وهنا على الضفه الشرقيه من نهر النيل في محافظه المنيا، الستات في قريه نزله عبيد حكولنا ذكرياتهم عن عاده همجيه عانوا منها لسنوات طويله وهي ختان الاناث. كنت ما عندنا زرعه كانوا شايلونا طربرسين كاجيب منها، واخر حاجه راح دخلونا الاوضه وقفلوا عليها، ما شفتش غير واحده مسكانه كده والتانيه مسكرجه والتالته مسكر، وزي ما يكون هيذبحونا. طلعنا لقينا امي كده وام امي كانت كده، وانا استلمتني جنب كده. ام رضا الدايه بتستخدم الادوات دي في عمليات الولاده، وبحكم شغلها فهي شاهدت كمان عمليات ختان كتيره. في رجيل انضرب فوق هيعمل ما عكس في المبايض، عكس في الرحم، عكس في اي مكان، ويقطع خلفتها. خدتنا بحاجات موس يعني زي موس وسكنه وحاجات زي دي. نعم كده يعني لما واحده ما تيجي تتختن بالحاجه ما يختنوا بها دي، هي مش واحده بس تختنت بها، كذا واحده. انا من الاول اعرف ان هو غلط على اساس ان انا اتعلمت في المدرسه وكده، فما دينيا مش صح. وحاليا يعني انا برضو بصر على رايي، حتى لو كان فاضل ماشي قرار حكايه الختان دي برضو ما كنتش هختم. قابلنا بعد كده الاستاذه ايمان عبد الظاهر، المتطوعه بالامم المتحده اللي بتشتغل بصوره مباشره مع المجتمعات المحليه. والاستاذه ايمان بتعتبر مكافحه ختان الاناث قضيه حياتيه. الموضوع ده فعلا في القرية لما بننزل وبنشوف البنات وبنشوف وضع البنات ده ذل وأهانة. يعني أنا في نظري موضوع ختان الإناث ده ذل ومهانة للست، ذل بمعنى الكلمة وأهانة، وأولا بيقضي على حياتها وسبب كل المشاكل في القرية. يعني أي مشكلة في القرية لما تقعدي مع الست والراجل أساسها ختان الإناث. الأستاذة إيمان بتشتغل في إطار المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث اللي بيتم تحت رعاية المجلس القومي للأمومة والطفولة وبدعم من الأمم المتحدة. وبما أن جذور ختان الإناث متأصلة في تراث المجتمعات التقليدية، فالمشروع بيركز على ضرورة أن القيادات المحلية تكون شريك رئيسي في حملات مناهضة ختان الإناث. لو قلنا أثار نفسية ده يبقى أقل ما يجب أن يقال، لكن الأثار العظمى أنك أنت بتخالف الدين. البعض بيظن أنها جزء تأصيلي من الدين، لكن هي مخالفة صريحة جدا للدين. شبكة الجامعات الأهلية المحلية اللي بتلعب الدور الرئيسي في القضاء على ختان الإناث في المنيا حجمها بيزيد باستمرار، والجمعيات دي بتتميز بأن عندها متطوعين محليين بيشتغلوا مع الأهالي ويساندوا الأشخاص اللي عايزين يبطلوا العادة دي ويساعدوهم في إقناع أسرهم. طب عشان ندخل لازم الرأي يكتمل، لازم الأب يكون موافق. والأخ مثلا كان مررنا، الأخ والأب كان بيقول احنا ملناش دعوة، مش قرارنا، ده حاجة خاصة بالبنت وأمها. اللي بيتكلم بيقتنع من ابن البلد، فدي معناه ان حاجه هنفذها انا عليا انا شخصيا وعلى بيتي وعلى اهلي، فبالتالي مصداقيتها بتبقى اكتر من ان انا اجيب حد من بره يدي كلام معين، لكن هو بيتممه او ما بيتمموش انا ما اعرفش. في نزله عبيد الاستاذ ليمون بيمثل نموذج ايجابي لمجتمع القريه، لان اسرته كانت من اول الاسر في القريه اللي قررت تبطل العاده دي. احنا قعدنا انا وبيتي واولادي والست بتاعتي واقنعنا نفسنا ان قبل ما يطلع الحي وقبل ما تطلع انتوا وقبل الحكومه ما تقولوا، واقنعنا نفسنا ان موضوع الختان حرام. انا ما اقنعتهاش، هي اللي اقنعتني انا تاني، لان هي عندها وعي عني انا كمان اكتر، لان يمكن هي تحس ببنتها اكتر مني انا. بفضل مساهمة أفراد من كل فئات المجتمع، عدد كرة مصر اللي بتعلن إنها خالية من ختان الإناث بيزيد يوم بعد يوم، ونزلة عبيد بقت النهاردة واحدة منهم، شوقية وبنتها وغيرهم من الأهالي بيعتبروا الخطوة دي انتصار لمجتمع القرية. ليه قالوا هم السبب لوفاة نزيف والواحدة دم دواء، إحنا اللي عايشين بالدم، حتى الدم ما نزل واحدة هتموت؟ أموت بنتي ليه طيب؟ إحنا لمينا بعض وخدنا قرار بعد كده مع بعض كلنا. يعني كلنا قلنا كلمة واحدة، احنا الواحدة لسه هتنتجرح كله قالها مع بعض، احنا مش عايزين نتختن. لما الرجالة والستات في القرى بيقرروا انهم يمنعوا ختان الإناث، هما مش بس بيكافحوا نوع من العنف البدني ضد المرأة، لكنهم كمان بيحافظوا على صحتها النفسية وأدميتها. كنا معاكم منى كنبيل ومينا عادل من محافظة المنيا.